شنو بعد الإشارات الأخرى غير جبن المثلثات غصون؟ لم يبقى إلا التنين والديناصور لم يظهرا بعد. أعرب مربون في بابل عن قلقهم إزاء غزو نوع غريب من الأسماك غير المعروفة محليا في نهر الفرات. لحم هذه السمكة أحمر كلون لحوم العجل، وإنها تملك أسنانا مدببة وحراشفة من نوع غريب. ظهرت لنا سمكة غريبة، يعني هاي السمكة ما شايف نفسها، سمكة وجهها وجه البشر، سمكة وجهها وجه البشر. علاوي حبيب قلبي أبو حسين، أنا خادمكم الصغير. قلب بيها، لحمها أحمر، هاي جلدها خشن، شلون مثلا جلد الحيوان جلد هاي شيء؟ هيك هاي السمكة، يعني ظهرت لنا جديدة وأول نوبة نشوف من عندها هاي السمكة، ظهرت بالشط، يعني ما أدري ما شايف نفسها هاي السمكة، أول نوبة بحياتي أنا أشوف نفسها هاي السمكة. سمكة غريبة، إذا نسأل الزبابيك راح يقولون هاي جايبها الكاظم المأزوم ومعه فريق مستشاريه من شلة الأنس المأزومين للقضاء على سمك الزور المقاوم. مناطق تواجد هذه السمكة في نهر الميونغ الذي يمر على 6 دول آسيوية وأولها الصين. والله لعد الكاظم ما له علاقة، عادل عبد المهدي جابها وياه مرة راح للصين من ضمن الاتفاقية الصينية اللي ما حد يعرفه شنو هي. والله بقى هي هم الصينيين كل شيء يسوون، حتى السمك عندهم منغل، إذا الوجه وجه بشر والجلد جلد هاي شاف الذيل أكيد ولائي. أغطي 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 كبلوس 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 كبلوس.